قول لي يا باشا، عامل ايه مع الحصان ده؟ لا، مية مية، تمام. مبسوط منه؟ طبعا جدا. هو مبسوط منك؟ اهم حاجه طول ما هو بياكل ونضيف، مية مية. تمام، بتاكله ايه بقى؟ باكل له سعير وذره وبرسيم وفول وتبن. اكله بيتكلف عليك كام في اليوم؟ اليوم 55 جنيه، يعني في الشهر 1800. ورزقه على الله. لا 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 الله. وانت بتجيب له فلوس منين طيب؟ من عند الله، ربنا ما بيخلقش وقع وانسان. تمام. طب ما تشتغل على ميكروباص ولا لا؟ لا، بنزين. ايه يا عم، انت مش شايف الخناقه كل يوم في الميكروباصات؟ البنزين والمواصلات وجنين ونص و2 جنيه، احنا ناقصين وجع دماغ بقى، وجع قلب. انت رايك في موضوع البنزين اللي عمال يغلى ده؟ الله اعلم، بحاجه يعلمها ربنا. بعيد انت عن موضوع البنزين. لا لا لا، الحمد لله رب العالمين، ربنا مريحني. اخبار البرسيم ايه طيب؟ لا، البرسيم غلي، بس مش بالطريقه بتاع البنزين يعني. يعني حمل البرسيم بكام دلوقتي؟ النهارده بيخش له الحمل بحوالي 600 700 جنيه. تمام. بس 700 جنيه ولا 800 جنيه بياكلوا عشرة حاطين الحصان. هذا الموضوع كله. في اليوم الواحد؟ اه. فانت احسن لك مع الحصان والبرسيم والدبن. ايوه. ومريح دماغك من قصه البنزين انت. ورزق على الله. ونعم بالله.